بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور خالد إبراهيم، عايش من الأردن. راح أحكي اليوم على مرض القرنية المخروطية، اللي هو مرض يصيب القرنية اللي هي الجزء الأمامي الشفاف من العين، اللي هي زي عدسة الساعة. هذا الجزء ربنا سبحانه وتعالى خلقه من ألياف وأنسجة مترابطة مع بعضها البعض. لما تصير القرنية مخروطية بصير هذا الترابط وهذه الألياف ضعيفة، بحيث إنها تبرز مثل المخروط، بصير شكلها زي المخروط كما هو موضح هون في الرسم التوموغرافي. شايفين هاي المنطقة بارزة باللون الأحمر لأنها بارزة، فيها بروز للأمام. بصير برضو القرنية رقيقة، بصير في بروز في السطح الأمامي وفي السطح الخلفي للقرنية. هذا يؤدي إلى ضعف في النظر لدى الطفل، ويتطور هذا الضعف لحد الطفل يصير يحتاج نظارات، بعدين يصير يحتاج عدسات لاصقة، بعدين يحتاج إلى زراعة قرنية. أكثر سبب لزراعة القرنية في بلادنا العربية هو مرض القرنية المخروطية. الحمد لله بالفترة الأخيرة من 15 سنة تقريبا صار في شيء اسمه عمليات تثبيت القرنية، الكورنيال كروس لينكينج. هذا العملية هدف منها تثبيت ووقف التدهور اللي بصير في القرنية. فكل ما تشخص الطفل في عمر مبكر، يعني حتى عمر 5 سنوات أو 6 سنوات، يمكن إجراء هذه العملية. وإذا انعملت بطريقة صح ممكن وقف هذا المرض، ممكن الحفاظ على نظر الطفل لسنوات طويلة وما يرجع يحتاج إلى زراعة قرنية. أكثر سبب مسبب للقرنية المخروطية في بلادنا هو الرمد الربيعي وما يصاحبه من حكة لدى الأطفال. فضروري الطفل يتشخص صح، ضروري يتعالج الرمد الربيعي، ضروري يتنبه الطفل ويتنبه الأهل إلى ضرورة عدم فرك العين، لأن فرك العين هو السبب الأساسي اللي يؤدي إلى القرنية المخروطية. الشغلة الأخيرة كمان بحب أحكيها أنا، إنه المرض هذا منتشر بين العوائل. فإذا في حدا بالعيلة عنده هذا المرض، يجب إخوانه وأخواته وأولاد عمه وأولاد خالته ضروري إنهم يفحصوا الأقارب حتى يتأكدوا إن هذا المرض غير موجود. ونتمنى الشفاء للجميع إن شاء الله.